أم عبد الله من فرنسا، مرحبا أم عبد الله. مرحبا، السلام عليكم. وعليك السلام يا أم عبد الله. عندي سؤالين يا شيخ من فضلك. يلا إن قدرت. السؤال الأول، عندي أمي اعتمرت هذه الأيام، وبعد ما أدت مناسك العمرة في نفس الوقت أدت مناسك العمرة لأبي الله يرحمه. نعم، ذهبت لمسجد عائشة يعني. أي نعم، ذهبت لمسجد عائشة و ابتدأت من هنالك وعادت أدت عمرة. نعم هيك. نعم. السؤال إنه نحن سألنا هون مشايخ، قلنا لهم هل مقبول العمرة لشخص ميت؟ قالوا إنها غير جائزة. أنا ليه؟ اتصلت، ما بعرف، لهيك أنا اتصلت فيك يا شيخ. بعض العلماء نعم. رحمهم الله يرون أن العمرة مرة واحدة تبدأ من الميقات، ويرون أن الذهاب لمسجد عائشة كان اضطرارا لعائشة، حالة خاصة لعائشة، لكن هذا القول غير صحيح. فعندنا، وأنا سأقنعكم، النبي صلى الله عليه وسلم عذر عائشة لعذر وكان فيه ليونة ومرونة، فالذي يدفع تذكرة يأتي من مصر ويدفع تذكرة ويبيع أرض وما أعرف إيه، يريد أكثر من عمرة، يعتمر عنه وعن أبيه وعن كذا، أيضا هذا يعذر، ما عنده فلوس وجاء ضرب سفر وجاء ويمكن ما يرجع، فيريد يفعل عمرة عن والدته وعن أبيه الميت وعن غيره، علمتي؟ فيسوي عمرة ثم يتحلم الإحرام ثم يذهب لمسجد عائشة، يلبس الإحرام مرة أخرى ويسوي عمرة عن أبيه، ثم يرجع ويسوي عمرة عن عمه، فلا بأس أختي في هذا. وفعلها الحسن البصري، وأظن على ما أظن سعيد بن المسيب، وفعل ابن السيرين على ما أظن إن لم تخن الذاكرة. فمسألة بعض المشايخ الله يجزيهم الخير يعني يبالغون في هذا الأمر، لا، العمرة لا تجوز إلا مرة واحدة، ولازم ترجع للميقات، مثلا أبار علي وغيره، ترجع للميقات ثم تأتي بعد ذلك لمكة. لا، هذا في أرى تشدد. أنا دائما أقول للناس، من جاء بسفر وبحسب حالته واضطراره لا بأس في هذا، علمتي؟ نعم، يعني لو أراد ربنا وكتبنا الحج إن شاء الله أنا بقدر، يعني لما أكمل العمرة. تقصد أنت لما تكملي مثلا العمرة وتخلصي عمرة وتتحلل من إحرامك، تأخذين مقدار تقصين من شعرك، تتحلين، خلصت العمرة مثلا وخلاص خلصت وتريدين تروحين خلاص بعد أسبوع، تقدر تذهب لمسجد عائشة وتخرج من هناك بالإحرام والميقات وتلبين وتأدي عمرة عن والدك، عن ميت، عن عمك، عن أي حد أختي. لا، بعد الحج يعني، سؤالي يا شيخ، وين بعد الحج مباشرة؟ بعد ما أكمل الحج لي أنا، هل يعني أستطيع أني أعمل عمرة على خالي ولا أبي ولا اللي كان يعني؟ بعض العلماء رحمهم الله بالنسبة للعمرة في مواسم الحج، بعض أهل العلم رحمهم الله يقول الأصل لا عمرة، خلاص موسم حج، بعضهم يقول هذا، لكن إذا انتهت من أيام التشريق وخلاص وانتهى موسم الحج وانتهى العيد وغيره فلا بأس، الأمر فيه سعة. نعم. السؤال الثاني والأخير شيخ بعد إذنك، أنا عندي أولاد وأعلمهم القرآن. نعم. هل يؤجر الوالدين يعني على هذه المبادرة؟ طبعا يؤجر، كل من علمك أنت تؤجرين على تعليمك للناس. على فعل. وكان أنه مكان بعيد شوي أخذ أولادي عشان يأخذوا القرآن بالتجويد والأحكام وهيك، وساعات يوسوس لي الشيطان يقول لي خلاص ما يعني بعيد الحال وهيك. اختي الشيطان يوسوس لك قبل ما تنامي، يوسوس لك الشيطان ما يترك الوسوسة، ف يعني اكمل واجر عليه. كامل ان شاء الله. كامل. الله يسعدك. شكرا يا شيخ. الله يسعدك. الله يسعدك. سلام. نعم. عليك.